ما زلنا نتابع مع حضراتكم نفير حجاج بيت الله الحرام من جبل عرفات إلى مزدلفة، وينضم إلينا مباشرة من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. عبد الله، بعد التحية صف لنا المشهد اليوم بعد انتهاء حجاج بيت الله الحرام من قضاء المشعر الأهم والأعظم اليوم والركن الأعظم، وهو الوقوف بصعيد عرفات. نعم، بالفعل يعني حجاج بيت الله الحرام والذي يبلغ عددهم أكثر من مليون حاج، بينهم 20,000 حاج مصري منهم 6,400 من حجاج القرعة، انتهوا منذ قليل من الوقوف بعرفات الله طوال منذ فجر اليوم وحتى يعني حتى مغرب شمس اليوم. ومع غروب شمس اليوم أو منذ قليل بدأ الحجاج في النفرة إلى المزدلفة في اتجاهين. الاتجاه الذي نقف نحن فيه الآن هو مسارات المشاة، ومسار جانبي في الناحية الأخرى وهو مسار الحافلات. مسار المشاة حوالي 7 كيلو أو أكثر من 7 كيلو على طول هذا المسار، بيوجد بعض الخدمات الخاصة بالحجاج منها وجبات غذائية ومنها المياه المبردة، إضافة إلى الأعمدة التي تقوم بنشر رذاذ المياه البارد على الحجاج لخفض درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات خصوصا وفي هذا التوقيت درجات الحرارة مرتفعة، وكان خلال هذا اليوم من هذا اليوم كان درجات الحرارة بالفعل وصلت إلى 45 و44 درجة في مشعر عرفات. بالفعل يمكن الحجاج أدوا الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة، وكان هناك تيسيرات كبيرة من جانب وزارة الداخلية المشرفة على بعثة الحج الرسمية من خلال اختيار المخيمات بالقرب من جبل الرحمة، وكذلك وجود الحافلات على مقربة من المخيمات ما سهل عملية النفرة التي نراها الآن إلى مزدلفة. يعني اجتزنا مزدلفة يعني على بعد أمتار قليلة، اجتزنا حدود مزدلفة في اتجاهنا إلى منى، سنبيت هنا في مزدلفة حتى فجر اليوم، سنجمع الجمار، سنصلي المغرب والعشاء جمع تقصير وجمع تأخير، ثم نتوجه بعد ذلك إلى منى لقضاء لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم التوجه إلى مكة لمن يريد التوجه إلى مكة لطواف الإفاضة والعودة لقضاء أيام نعم نعم نشكرك شكرا جزيلا عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من الأراضي المقدسة.